بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. السلام عليكم أيها السادة المؤمنون ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وأعمالكم، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الرمضاني الثقافي ومع محاضرة هذه الليلة تحت عنوان الخمس بين الواقع والطموح، مع سماحة مولانا الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي، فليتفضل مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. الخمس بين الواقع والطموح. وأود قبل أن أبدأ بصلب المحاضرة أن أوضح لماذا تطرح هذه الموضوعات. المحاضرة الأولى كانت عن علاقة الأمة بالإمامة، وهذه المحاضرة عن الخمس بين واقعه القائم والطموحات التي يطمح إليها المسلمون في تطوير هذا الواقع إلى ما هو أفضل. هذه الموضوعات تطرح لغايتين. الغاية الأولى أن نتعرف نحن أبناء هذه الطائفة على المفاهيم الإسلامية التي ترتبط بواقع حياتنا وبشكل مباشر، نتعرف إليها من خلال فكر أهل البيت عليهم السلام. والغاية الثانية أن يفهم الآخرون ما هو التشيع. الواقع نحن نعاني الآن في كل الأماكن التي يتواجد فيها الشيعة من مشكلة عدم فهم الآخرين لواقع التشيع. يفهمون التشيع من خلال أناس ليسوا بشيعة، وبطبيعة الحال لا يستطيع أن يفهم التشيع كما يفهمه العالم الشيعي أو أبناء الشيعة. فمن هنا نحن نريد أن نستوضح هذه المفاهيم لتكون بينة عند الآخرين. في المحاضرة السابقة ركزنا أنه لا بد من وجود نائب للإمام كمرجع للشيعة
ويقوم بدور تبليغ الأحكام عن طريق الإفتاء وبإدارة شؤون الشيعة في العالم في حدود المقدور. المرجعية كقيادة بطبيعة الحال تحتاج إلى المال، والمال الذي اعتمد عليه الأئمة من أهل البيت عليهم السلام من عهد الإمام الصادق ومن بعد الإمام الصادق، وبخاصة عند أبناء من يعرف من الأئمة بأبناء الرضا عليهم السلام، وهم الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري، اعتمدوا اعتمادا كبيرا على الأخماس، فكانت تجبى الأخماس من الشيعة أينما وجد الشيعة وتنقل إلى الإمام، والإمام يقوم بدور توظيف وتوزيع واستغلال هذه الأموال. والخمس حق مالي، نقطة مهمة جدا يختلف فيها التشريع الإسلامي عن التشريعات الأخرى، القوانين الوضعية الموجودة في الدول، سواء كانت الدول التاريخية التي مرت في التاريخ، دول غير الإسلامية طبعا أقصد، التي مرت في التاريخ، أو الدول غير الإسلامية المعاصرة. في القوانين الأخرى، في التشريعات الأخرى غير التشريع الإسلامي، لديهم الضرائب، تشرع ضرائب، قد تكون هذه الضرائب ثابتة ومستمرة لقيام الحاجة إليها، وقد تكون هذه الضرائب مؤقتة في وقت ما ثم تلغى. الإسلام يوجد فيه حقوق مالية وضرائب مالية، فرق الآن بين الحقوق المالية وبين الضرائب المالية. الحقوق المالية هي التي شرعت بالقرآن الكريم أو بالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الصحابة أو عن طريق أهل البيت، يعني هي التي شرعت في الكتاب والسنة، هذه نسميها حقوق مالية، كالزكاة والخمس والخراج والمقاسمة وإلى آخره مما يذكر من حقوق مالية. فمن حيث التشريع هذه الأموال تشرع عن طريق الكتاب أو السنة. الخمس هناك آية جاءت تشرع الخمس، الزكاة هناك عدة آيات كثيرة جدا جاءت تشرع الصلاة، الخراج شرع بالسنة الشريفة، المقاسمة شرعت بالسنة الشريفة، وهكذا الحقوق الأخرى التي شرعت عن طريق الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله. الضريبة تفرضها الدولة، الدولة تكون بحاجة نتيجة عجز في الميزانية أو كمورد تستفيد منه الدولة في الميزانية تفرض الضريبة، مثل أي شيء عندنا نحن المسلمين، يعني موجود في بلاد المسلمين، هذا أقصد يعني المسلمين، مثل الجمارك والمكوس، هذه ضرائب
وهذه تعتبر موارد للدول موجودة في الدول الأخرى وفي بلدان المسلمين. قد تفرض ضرائب تحتاج إليها الدولة مثل ضريبة الطرق موجودة في كثير من بلدان المسلمين نتيجة قيام الدولة ببناء جسور وبتبليط وسفلتة الطرق تضع ضريبة ميزانية الدولة لا تتحمل تضع ضريبة لتسد عجز الميزانية ومتى ما حققت الدولة سد العجز تلغي الضريبة قد تضع ضريبة على الماء قد تضع ضريبة على الكهرباء للحاجة القائمة لذلك متى انتهت الحاجة تلغى هذه الضريبة فالضريبة ترتبط بالدولة بالحكومة الحاكم أو الدولة أو الحكومة هي التي تفرض الضرائب نتيجة الحاجة المالية لهذه الضرائب لسد عجز قائم في موازنة الدولة أو ميزانية الدولة فإذا الحق المالي نستطيع نعبر عنه فريضة بينما الضريبة تأخذ تعبيرها ضريبة ومن هنا قد يقع بعض يعني في عناوين بعض الكتب أنا لاحظت في كتابات كثير من كتاب مسلمين يعبرون عن الزكاة بضريبة الدخل أو ضريبة الزكاة عن الخمس بضريبة الدخل أو ضريبة الخمس في الواقع ليس الضرائب لا حقوق مالية الحقوق المالية يعني فارق آخر بين الضريبة والحق المالي الضريبة علاقة تقوم بين المواطن والدولة فقط الحق المالي علاقة بين الإنسان والله تعالى الزكاة عبادة يعني كيف أنت عندما تريد أن تصلي تقول أصلي الفرض الفلاني قربة إلى الله تعالى كلمة قربة إلى الله تعالى تعني أن هذا الفرض الذي تؤديه أو هذا الواجب الذي تؤديه هو عبادة يعني من مقومات العبادة أو خصائص العبادة نية التقرب التقرب بالفعل إلى الله تعالى الزكاة كذلك لأنك حينما تدفع الزكاة تنوي تقول أدفع هذه الزكاة إلى هذا الفقير قربة إلى الله تعالى لا بد فيها من النية الخمس كذلك أيضا علاقة لأنه عبادة علاقة بين الإنسان وبين الله تعالى عندما تريد أن تدفع هذا الخمس بنفسك لمستحقه أو لوكيل عنك يوصله إلى مستحقه أنت تنوي بدفع الخمس تقول أدفع هذا الحق المالي قربة إلى الله تعالى والوكيل أيضا حينما يدفع عنك ينوي أيضا هذا الرأي المشهور عند فقهائنا إلى ما يقرب من الإجماع لعله بعض الفقهاء المعاصرين يقول لو لم ينوي يسقط الواجب عنه بالنسبة للخمس بالذات فإذا هذا فارق آخر بين الحق المالي وبين الضريبة المالية الحق المالي علاقة بين المكلف والمكلف وهو الله تعالى بينما الضريبة علاقة بين المواطن والحكومة بين المواطن والدولة الحق المالي فارق آخر له مصارف معينة في نص التشريع في بنود التشريع هناك مصارف معينة الزكاة في آية الزكاة مذكور الجهات
التي تصرف إليها الزكاة ولا تصرف لغير هؤلاء. الخمس في آية الخمس أيضا هناك جهات تصرف إليها، يصرف إليها الخمس ولا يصرف لغيرها. هذا فارق آخر. بينما الضريبة لا، الضريبة ترجع إلى الحكومة، هي تتصرف بها في حدود المصلحة، تأخذ ضريبة الطرق، ما في نص أن تصرف ضريبة الطرق على الفقراء، لا يوجد نص في قانون الضريبة، إنما الدولة تتصرف في هذا المال الذي يجبى كضريبة الطرق كمثال، أو ضريبة جمارك، أو ضريبة مكوس. الدولة تصرف هذه الأموال حسب ما تراه من المصلحة، ما في مصرف معين، يعني لا توجد جهة معينة. الخمس نحن طبعا المذكور ستة جهات في الآية الكريمة، الله تعالى والرسول وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله، وذو القربى قربى الرسول، ثم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم. هذه جهات مصارف الخمس. طبعا قسمها إلى قسمين احنا الآن، تعبير الموجود سهم الإمام، يعني حصة، كلمة سهم يعني حصة، سهم الإمام وسهم السادة. السادة نعني بهم بني هاشم، يعني ما هو لله أو للرسول أو لذي القربى هو يكون للإمام، لأنه في تفسير أن المقصود بذي القربى الإمام. فالأسهم الثلاثة الأولى هي الإمام، الأسهم الثلاثة الثانية هي لبني هاشم، فهناك جهات صرف معينة. من أين يؤخذ الخمس؟ هناك مواد معينة يؤخذ منها الخمس. أنا أستعرض هذه بسرعة الآن لأنه أكثرها مفهومة لعله لديكم حتى نأتي إلى الموضوع. الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء. الغنيمة قد تفسر وفسرت بغنائم الحرب، وهذا متفق عليه، لا خلاف بين المسلمين السنة والشيعة، يعني إجماع من كل علماء المسلمين أن غنائم الحرب فيها الخمس. عندنا نحن الشيعة، وهذا ما نختلف به عن السنة فقهيا، أحاديث وليست بقليلة أيضا، كثير الأحاديث، بعضها مروي عن الإمام الصادق، بعضها عن الإمام الباقر، بعضها مروي عن الإمام الرضا، حديث مختلفة ومتكثرة تفسر الغنيمة بكل فائدة يحصل عليها الإنسان، يعني لا يقتصر في الغنيمة على غنائم الحرب، وإنما الغنيمة تشمل كل ما يغنمه الإنسان، كل ما يستفيده الإنسان، ومن هنا دخلت أرباح المكاسب، الأرباح التي نحصل عليها من التجارة أو من الصناعة أو من الزراعة أو من أي شيء آخر. هذه الأرباح الفوائد تدخل ضمن الغنائم. طبعا في روايات أيضا موجودة خاصة بالنسبة إلى أرباح المكاسب يؤخذ منها الخمس. الدخل، فوائد الدخل السنوي، موظف يستلم رواتب، الشخص غير موظف، رحم الله من ذكر القائمة فقام. Thank you.
يزيد على دخل الإنسان خلال السنة. معنى ما يزيد يعبرون عنه بالكتب الفقه، شو بالرسائل العامة، فاضل المؤنة. بعض الأحيان إحنا بالفقه نحاول نصير أدباء، بدل ما نقول الزائد على الدخل قلنا فاضل المؤنة، فالتعبير أدبي جميل ومشي. التعبير قد يعبر به شخص ويأتي هذا التعبير محظور الكل يعبره. ففاضل المؤنة أصبح مصطلح فقهي يعني الزائد على الدخل السنوي. أنت خلال السنة يدخل عليك مال، تصرف طبعا بهذا المال، ملابسك وأكلك وشربك إلى آخر ما هنالك من مصروفات إلى أن جاء رأس السنة المحدد. فضل عندك شيء من هذا المال، هذا يسموه فاضل المؤنة. مؤنة تعني شيئين، لاحظوا حتى الأوامح، التمييز وما يصرفه الإنسان من جهد ومال في عمله. التمييز المواد الغذائية التي نستهلكها، الفرش للبيت مثلا، الملابس، السيارة إلى آخره، هذا كله يدخل ضمن التمويل، تمون حياتك. المؤنة ما أيضا ما يصرفه الإنسان من مال أو جهد في عمله. أنت صاحب دكان، راح تستأجر الدكان، تجهز الدكان بالرفوف، الأشياء الأخرى، التليفون، كل هذا يدخل ضمن المؤنة. لكل المصروفات التي تصرفها من ما تستأجر هندي، باكستاني، فلبين، الإسكندرية، ما في، هذا طبعا تنطي أجور، هذا ما يصرف أنت، أيضا هذا يدخل في ضمن المصروفات. فالذي يزيد بعد هذا أرباح تأتي، هذه يسموها فاضل المؤنة. فالمورد الأول من الموارد التي فرض فيها حق الخمس هو الغنيمة. الغنيمة بهذه الشمولية التي ذكرتها. المورد الثاني أخذها استطرادا وأشرحها، المعادن. طبعا البترول يدخل من المعادن. الكنوز التي يعثر عليها الإنسان، كيف هذه شوية هنقت عندها. الكنوز قبل ما في بنوك، والناس تروح تودع الآن أموالها في البنوك تحافظ عليها، وكان حراميهم كثير قبل، السراق، البيوت سهلة الدخول من الطين المبنية أو من القصر. فهذا ماذا يعمل المسكين؟ يخاف على أمواله، يسوي يحفر لحفرة وينزل أمواله بهالحفرة. قبل كلها ذهب وفضة، ما فيها الكاغل تأثر بالرطوبة، نايلون ما عندهم قبل أبدا، ما زجاج خليها في زجاج، أو هذا الفخار خليها في هنا من فخار، ويحفر حفيرة في الأرض ويدفنها في الأرض، أو يحفر حفيرة في الحائط ويخليها في الحائط وليس الحائط عليها حتى لا تعرف. بعض الأحيان هو ينسى وين خلاها المسكين هذا، ويموت وتروح عليه وعلى ذريته. يجي واحد اشترى الارض او اشترى البيت وهدمه ويريد يحفر اساس، واذا يشوف امامه هالخيرات هاي، هذا كنز مكنوز. هذا الكنوز التي يعثر عليها الانسان مدفون، وفي شروط يذكرها الفقهاء طبعا الان ما في، لان كل جانب من الاراضي ما فيها بناء ولا فيها ناس، لا يصير عندكم طمع. الغوص، هذا اللي يغوصون يطلعون اللؤلؤ، لهم صار هذا اللؤلؤ الصناعي، خلص ذولا هم من اللؤلؤ وهم من خمسة لؤلؤ، خلص أهل البحرين. أرض الذمي التي يشتريها بالمسلم، أهل الذمة الكتابيين اليهود والنصارى، وكثير من الفقهاء يلحق المجوس أيضا باليهود والنصارى.
إنه يقال أنهم أهل الكتاب زرادشت هذا الذين يدعون أنه نبي عند كتاب يقال. بس المتفق عليه اليهود والنصارى إذا كانوا مواطنين تحت ظل دولة إسلامية ويدفعون ما فرض عليهم من جزية أو غير جزية، هؤلاء يدخلون في ذمة الدولة الإسلامية. معنى في ذمة الدولة الإسلامية أن تحافظ عليه كما تحافظ على أي مواطن آخر. هذا معنى في ذمة، هذا يسموه ذمي، داخل في ذمة الدولة الإسلامية. هذا لو اشترى أرض من مسلم يكون فيها الخبز، حتى إذا بالواحد مسيح لا يشتري منكم، يروح يشتري من المسيح أحسن من المشكلة هذه. هذه عليها خلاف عريض وطويل، مالك بن أنس رئيس المذهب إلى رأي جيد في المسألة، ما أريد أدخل فيها الآن. من مواضع كلانا هذا المورد، المال الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقدار الحرام من الحلال. شلون؟ في واحد كان متمرد فتح له حانوت خمر، دكان خمر ويبيع خمر. بنفس الوقت عنده فلوس أخرى تأتي من موارد أخرى، من دكاكين أخرى، يبيع بها لحوم مثلا، يبيع بها قماش. طبعا ذيك حلال وهذه حرام. اختطفها يجي ويجمع بها. بعد هذا ما تميز الحلال من الحرام. هذا أيضا يقولون فيه الخمس وفاضل المؤن هذا اللي تحدثنا عنه وأربع المكاسب، هذا اللي تدخل تحت على في أشياء أخرى ذكرت لبعض الفقهاء وليس لكل الفقهاء، هذا لا لست بحاجة للتعرض لها. مشروعية الخمس، طبعا هذا الخمس عند أهل السنة في غنائم الحرب وفي الكنوز وفي المعادن، ربما في أشياء أخرى، يعني ليس في أرباح المكاسب ولا في فاضل المؤنة عندهم خمس. عندهم زكاة في أرباح التجارة، بدأ شهر رمضان الآن شوف إخراج الزكوات عند إخواننا. ما هو دليلنا على هذا الخمس؟ طبعا نشير إشارة الآن الآية القرآنية، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، ثم تستمر الآية بذكر ذكرت الخمس من الغنيمة. قلنا نحن عندنا روايات عن أهل البيت عليهم السلام تفسر الغنيمة بكل فائدة يحصل عليها الإنسان، لا تقتصر على غنائم الحرب. فدليلنا القرآن والروايات التي تفسر الآية الكريمة والمروية عن أهل البيت عليهم السلام. في روايات أيضا أخرى خاصة بأرباح المكاسب، فاضل المؤنة أو أرباح المكاسب، أيضا في روايات خاصة موجودة ويعتمدها الفقهاء في هذا الخمس لمن يدفع؟ حق مالي قلنا لمن يدفع. الآن يحصص إلى سهمين، سهم للإمام، ونعني بالإمام الإمام المهدي عليه السلام. تفهمون كلمة إمام مو المرجع، لا، نعني بالإمام الإمام المهدي عليه السلام. والسهم الثاني لبني هاشم، اليتامى من بني هاشم والفقراء وأبناء السبيل. ابن السبيل هذا اللي مسافر إلى قديما يصير هذا الآن نادر يحدث، سافر إلى بلد آخر وخلصت فلوسه، خارجية يسموها، خلصت الخارجية، هذا وين يروح مسكين؟ يضل يروح يستجدي، يروح إلى العالم يقول أنا سيد وابن سبيل منقطع
يشيل له من الخمس يعطيه مقدار يرجعه إلى بلده. هذا يسموه ابن السبيل، السبيل يعني الطريق، هذا اللي قاطع طريق وانقطع به. سهم الإمام عند حضور الإمام يسلم للإمام، واذكرنا أن الأئمة كانوا يوكلون وكلاء في المناطق، وهؤلاء الوكلاء يجبون العمال ويأتون بها للإمام، والإمام هو يقوم بتوظيف هذه الأموال وتوزيعها أو يعطي تعليمات للوكلاء في الأماكن النائية، يقومون هم بتوزيع هذه الأموال وفق تعليمات الإمام. بني هاشم الموجودين اللي يكونون موجودين عادة تعطى أهمها. الآن الإمام غائب، الإمام المهدي غائب، تعطى لنائب الإمام المرجع. الرأي المشهور تعطى لأي فقيه، هذا الرأي المشهور. في رأي يقول لا تعطى هذه الأموال إلا لمن تقلده، الفقيه الذي تقلده. في رأي يقول لا تعطى هذه الأموال إلا للفقيه الأعلم، لأنه هو النائب الحقيقي عن الإمام. في رأي آخر يقول هذه الأموال لا تعطى إلا للولي الفقيه، لأنه هو الحاكم الذي يقوم بدور الإمام. قلنا الإمام له وظيفتان، وظيفة التبليغ ووظيفة الإدارة، والذي يقوم بوظيفة الإدارة هو الولي الفقيه. هذه الآراء الموجودة، ونحن ما نريد أن نستعرض الآن أدلتها والخلافات. ننتقل إلى موضوعنا اللي طرحه الإخوان هنا. الخمس من أهم الموارد المالية، الزكاة والخمس من أهم الموارد المالية عندنا نحن المسلمين، ولعبت دور، يعني هذه الحقوق المالية قامت بدور مهم في المحافظة على حياة المسلمين وفي تطوير حياة المسلمين. في الرسائل العملية يكون واضح يكون لأنه مرتبط بحياتنا، يقولون الخمس الذي هو سهم الإمام لا يصرف إلا فيما يرضي الإمام. لاحظ النقطة هذه ترتبط بحياتك وتسأل عنها يوم القيامة أمام الله. حق الإمام بالذات لا يصرف إلا فيما يرضي الإمام، يعني بحيث تحرز لو دفعت هذا المال إلى شخص أو جهة أو مشروع أو أي شيء آخر، لابد وأن تتيقن أن الإمام يرضى منك بهذا الدخل. الفقهاء في الرسائل العملية يقولون أنه الذي يرضي الإمام هو تقوية الدين، أن تصرف هذه الأموال فيما يقوي الدين. طبعاً تقوية الدين تعبير قديم، حنأخذ مثال لمرجع من المراجع أنا عاصرته ورأينا يعني مجالات الصرف الذي كان يقوم بها، وهو السيد الحكيم قدس سره. استعرض أعطي فكرة حتى تأخذوا الفكرة كيف المرجع يقوم بصرف هذه الأموال. تقوية الدين عندهم من يعني من أبرز مصادر أو أظهر المصادر في تقوية الدين أن تصرف هذه الأموال على طلاب الحوزات العلمية الشيعية.
حوزات العلميه يعني المراكز الدراسيه اللي يدرسون بها الطلبه ويتخرجون فقهاء او يعني الى حد ما. الان عندنا احنا في العالم الشيعي، مو اين ما وجد الشيعه في الواقع، حوالي 600 حوزه. عندنا الان حوالي 600 حوزه. بعض الحوزات فيها عشرات الالوف من الطلاب، قد يكون بعض تصل الى 30,000 مثلا. هل يعني حق الامام يصرف كرواتب او تسمى في الجامعات مكافآت ومنح تصرف لهؤلاء الطلاب؟ طبعا تصرف في حدود الحاجة، ما في شيء زائد، يصرف كله في حدود الحاجة. هذه الأموال قد تغطي احتياج الحوزات من رواتب للطلاب، رواتب للمدرسين، بناء مدارس للطلاب، وتزيد عن حاجة الحوزات. إذا زادت يوجه الصرف إلى الجهات الأخرى. هذا واقع الخمس الآن، يصرف كمرتبات لطلاب وأساتذة الحوزات واحتياجاتهم الأخرى كما قلنا من بناء مدارس وما شابه. إذا زاد شيء من هذا يصرف في الجهات الأخرى. وأنا أخذت مثال السيد الحكيم، هأذكر كيف كان. السيد الحكيم كان يساهم حتى في المدارس الأهلية. المدارس الأهلية يعني يدرسون بها أبنائكم الطلاب مثل الآن، لكم نفسيات مدرسة التاريخ، هذا معنى مدارس أهلية. عندنا مدارس حكومية وعندنا مدارس أهلية. فكان يساهم في المدارس الأهلية التي تدرس الدين وفق مذهب أهل البيت. كان في العراق مدارس من هالقبيل، كان في إيران أيام الشاه مدارس من هالقبيل، في الهند، في باكستان، في بلدان أخرى في مدارس أهلية كثيرة. الشيعة يقومون بإنشاء هذه المدارس لتعليم أبنائهم الدين الإسلامي وفق مذهب أهل البيت. في مقررات دراسية تدرس من الابتدائية إلى الثانوية. المكتبات، كان يسهم السيد الحكيم في إنشاء مكتبات، أنشأ مكتبة في النجف وهي من أهم المكتبات، فيها من المخطوطات العدد الكبير وفيها من المطبوعات النادرة وفيها من المصورات، لكن مع الأسف أنه النظام الحاكم في العراق لعب دوره مع هذه المكتبه. انشأ مكتبات في العراق اكثر من 50 مكتبه، طبعا كلها صدرت هذه. في بلدان اخرى ايضا انشأ مكتبات كثيره، وكان يشتري كميات من الكتب التي تنفع المراجعين لهذه المكتبات وترسل تمون بها هذه المكتبات. كان يساهم في نشر الكتب، سواء الكتب القديمة اللي نسميها إحياء تراث أو كتب مؤلفة جديدة. كان ساهم إما يعطي المؤلف مكافأة ويشتري كمية من الكتاب ويقوم بتوزيعه، أو ساهم من الأصل بطبع الكتاب لأجل أن ينشر الكتاب. أيضا كان ساهم في المجلات الدينية، مجلات دينية كثيرة تصدر في مختلف أنحاء العالم الذي يعيش فيه الشيعة، كان يعطي مساعدات. أضواء مثلا كنا نصدر الأضواء في النجف، كان يمولها كاملة الشيء، يعني ما كنا نحتاج إلى أي تمويل آخر. يرسل مبلغين، أما مبلغ ثابت يكون في البلد أو مناسبة خميس وجمعة أو مناسبة رمضان أو مناسبة العطل، أيضا هذه كان يقوم بها السيد. وكلاء، طبعا هذا واقع لكم تعيين الوكلاء. مشاريع كثيرة كان يساهم فيها السيد الحكيم، وطبعا تختلف هذه المشاريع.
بناء مدارس، بناء دور للفقراء، دور للعجزة، كانت مساهمات موجودة من هالقبيل، وأيضا همات تقتصر على العراق في مختلف الأماكن. مساعدة الفقراء، هذا في كل مكان له وكلاء ويأمر بمساعدة الفقراء. فك ديون المعسرين، شاهدون الآن في الزكوات خاصة في شهر رمضان عن التجار وعن أهل السنة يدفعون زكوات لسد ديون المعسرين المسجونين حتى يطلق سراحهم، تسلم الديون لأصحابها ويطلق. كذلك كان السيد الحكيم يقوم بهذا الدور أيضا. المعسرين الذين لا يستطيعون تسديد الديون كان يساعدهم في هذا. أيضا كان يساعد الحركات الإسلامية، يعني أنا أذكر كل شيء حتى يكون واضح. الحركات الإسلامية التي تعمل في مختلف أنحاء العالم الإسلامي على نشر الفكر الإسلامي كان يساعدها، ومساعدات قد تكون بعض الأحيان مجزية وجيدة. النشاطات الدينية كالحفلات والمواسم، مثل موسمنا الآن خلال شهر رمضان، المواسم موجودة في الأماكن الأخرى هنا وفي كل مكان، كان السيد الحكيم يساعد فيها، إما يعطيهم كل احتياجهم أو يعطيهم بعض احتياجهم من هذه الناحية. بناء المساجد، وساهم كثير في بناء مساجد كثيرة في الغرب وفي الشرق، ما كان هذا الشرق وبقية بلاد. بناء الحسينيات أيضا ساهم كثير في بناء الحسينيات. مدارس دينية أيضا، مدرسة اللي بناها دار الحكمة من أضخم المدارس، لكن مع الأسف أنه طائرات النظام العراقي قصفتها ودكتها دك إلى الأرض تماما. مطابع كان أيضا يساهم في إنشاء مطابع لطبع الكتب الدينية. عمارات لتوقف لاحتياجات الشيعة، كان يشتري بعض العمارات أو ينشر بعض العمارات لتوقف لحاجات المسلمين. يعني هذه أهم الأشياء التي كان يقوم بها المرجع، والبراجع الأخرى طبعا بين مد وجزر حسب ما يدخلهم من المال، في حدود ما يدخل من المال يقومون أيضا بنفس يعني الأعمال. لكن السيد الحكيم توحدت للزعامة وكانت تأتيه الأموال يعني بكثرة، فاستطاع أن يتوسع في مجال إدارة لشؤون الشيعة. عند تفرق المراجع، تعدد المراجع، طبعا الأموال راح تقل، يعني هاي الأموال اللي كانت لمرجع واحد صارت لعدة مراجع، كل واحد منهم يقوم، وكلهم يبدأون برواتب طلاب وأساتذة الحزام، وبعد هذا كل الزائد يقومون بتوزيعها. هذا هو واقع الأخماس عندنا. يعني نرجو أن نفهم هذا والآخرون أيضا يفهمون هذا. يعني عندما نقوم بمشاريع، بأعمال، أموال من أبنائنا، ما في مد يد إلى خارج أبدا. يعني كل أعمال الدينية هي قائمة على هذه الأموال التي يدفعها أبناء الشيعة. ومن هنا، وكتب هذا حتى الغربيين كتبوا هذا، اعتبرت المرجعية الشيعية مو من أنزه المرجعيات الإدارية في العالم، لأنها لا تمد يدها إلى جهة من الجهات. هذه الأموال التي تأتي تغطي الاحتياجات وتزيد، فما في مجال للاتهام قال من أين تأتي هذه الأموال وكيف تقوم هذه المشاريع. لهذا هو الواقع.
هذا هو واقعنا تماما. الطموح، طبعا الأخوة لما وضعوا العنوان عندهم طموحات ضخمة جدا، ويتمنون لو الأخماس بيتهم حتى يسددون احتياجات الحسينية، احتياجات هذا الموسم على الأقل. لكن هذا مع الله يصير ما يصير، الله أعلم. طبعا احنا عندنا الحياة تتطور، هذا ما نقدر احنا نغالط أنفسنا ونقول أنه احنا قبل 200 سنة كنا كذا ويجب أن نبقى على ما كنا عليه. أنت قبل 200 سنة ما تشتري سيارة، ما تركب سيارة، المفروض الآن ما تشتري. اسمعنا الآن تشتري. حياة تتطور. إحنا لازم نتطور بتطور الحياة، لكن في حدود الشريعة الإسلامية. في حدود التشريع الإسلامي. أضرب مثال بسيط حتى أوضحها. الآن المحطات هذه الفضائية، التلفزيون، راح يصير عصر التلفزيون، وإن كان على الإنترنت دخلت هجمت على التلفزيون الآن هجمة قوية. لاحظ التلفزيون، إحنا نريد مثلا نريد نعمل محطة تلفزيون، راح نعمل برامج لهذه التلفزيون تعرض عن طريق التلفزيون. هذه البرامج عندما نعملها لاحظوا نخلي امامنا الاحكام الشرعيه ونعملها وفق تعليمات الشرع، اذا فيها شيء يخالف الشرع يكون مرفوض. احنا الان نريد نطور سواء كان في الخمس او في غير الخمس، خلينا ليه؟ لانه عندنا حضارات الان جاءت الصعره، قوانين تغزو، محطات فضائية تحمل أفكار غريبة وبعيدة وقد تكون قريبة. إذن إحنا طبعاً هذا معيار، لابد يكون عندنا معيار عندما نريد أن نطور، نطور على أساس هذا المعيار. هو الشريعة الإسلامية خلينا معيار هو الشريعة الإسلامية. نطور الخمس، نطور الحوزات، نطور مجتمعاتنا، نطور اقتصادنا، نطور التربية والتعليم عندنا، نطور الإعلام، كله ينبغي أن يكون في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. لو أردنا أن نطور، عندنا مجال التربية والتعليم، هذا من أهم المجالات. حوزات موجودة، إما أن نطور الحوزات لتعطي أكثر مما هي الآن، أو نفتح إلى جانبها جامعات إسلامية. جامعات الإسلامية، وكثير منكم يعرف الجامعات، الجامعة طالب ومحاضرة ومكتبة وبحث في هذه الجامعة. الحوزة طالب ومحاضرة، يعني مكتبات لا تعتبر أساسية في الحوزات، توجد مكتبات لكن لا تعتبر أساسية كما هي في الجامعة. بحث ما فيها، البحث الموجود في الحوزات أن الطالب الذي يحضر تحت منبر الفقيه الذي يباحث في الفقه أو يباحث في أصول الفقه قد يكتب المحاضرات، يسموه تقرير، قد يكتب هذه المحاضرات وتطبع. نحن نحتاج إلى أكثر من هذا. أهل البيت أعطونا فكر ضخم ضخم جدا، وأنا قلت لا يوجد هذا الفكر عند أي طائفة من طوائف المسلمين. هذا الفكر نحن نريد أن نفهم هذا الفكر كشيعة
نطالب المرجعية بأن تعمل على أن نفهم هذا الفكر وأن نفهم الآخرين هذا الفكر. فإما أن نطور الحوزات لأن يكتب الأساتذة والطلاب فيها أبحاثا تعرض هذا الفكر، أو ننشئ جامعات والجامعات فيها بحوث وتدخل هذه. يعني ليس دعاية طبعا، هذا لأن ما حتى لو سوى دعاية تكون فلوس. الجامعة الإسلامية في لندن الآن فتحنا هي دراسات عليا، بدأنا السنة يعني بأكثر من رسالة، فيها رسالة تعالج الخمس لطالبة، يعني دائما تطلع الأولى حقيقة يعني ممتازة جدا. رسالة تعالج التأمين، موضوع التأمين الآن، وهكذا رسائل أخرى. إذا نحن نطمح، هذا طموحاتنا، نطمح أن نفيد من هذه الأخماس أو نستفيد من هذه الأخماس في مجال التربية والتعليم بتطوير الحوزة، بإنشاء جامعات، بإنشاء مكتبات، في مجال الإعلام. الإعلام الآن أصبح أساسي في حياة الناس. حضارة لا تملك وسائل إعلام لا تستطيع أن تنتشر. قد تملك الحضارة مثلا وسائل تربية وتعليم، معاهد علمية، حوزات، جامعات، تنتشر انتشار ضيق في حدود ضيقة. الإعلام ينشر الفكر أوسع بكثير جدا. فنحن لأجل أن ننشر حضارتنا الإسلامية ونطور من حياة المسلمين إلى ما يرتفع بهم إلى المستوى أو المركز الذي أراده الله تعالى لهم، تكون لدينا وسائل إعلام. من حيث الدوريات، المجلات يعني والصحف، عندنا شيء كثير الآن، عندنا شيء كثير ما وذكرت يعني في أكثر محاضرة من الناحية، لكن الدوريات وحدها لا تكفي. الآن الإعلام هو التلفزيون، كل وسائل الإعلام الأخرى الآن تمشي في ظلها التلفزيون. هذه التلفزيون يعرض إعلان عن المجلة، مشت المجلة، ما يعرض إعلان ما يدرون به إلا 4 5. الآن مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة من أهم المجلات الأكاديمية اللغوية في العالم، لكن ما أظن يمكن 2 3 أقدر أطلع منكم يدرون بها. أحد ما في إعلان عنها. نحن بحاجة إلى محطات فضائية متعددة، يعني كثيرة. السيد شرف الدين، وكررت هذه الكلمة أكثر مرة، يقول لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. الوسائل التي استعملها المضلون لنشر الضلال هي ينبغي أن نستعملها نحن لنشر الهدى. ما يجي واحد يقول أن التلفزيون حرام، هذا لا يكفي، لا يكفي أبدا. يعني التلفزيون أصبح من ضروريات الحياة، رضينا أم أبينا. تحرم علينا من تحرم على 5 6 مقاريد ما حد يعرف عنهم، والملايين الملايين هم يستعملون التلفزيون. احنا خلي نكون صريحين مع انفسنا، مع مجتمعاتنا، مع حضارتنا، مع امتنا. لا نكون سلبيين، هل نكون ايجابيين. ندخل غمار هذه الحياه، وكما يحمل الآخرون الوسائل لنشر أفكارهم وحضاراتهم، يجب علينا نحن أيضا
أن نحمل نفس الوسائل ونستخدم هذه الوسائل في نشر فكر أهل البيت والفكر الإسلامي بعام. فممكن يعني من الطموحات أن يكون عندنا محطات تلفزيون، وهذه المحطات قد تأتي عن طريق الدول الإسلامية، والدول الإسلامية جاي تعمل الآن حقيقة، يعني كل الدول الإسلامية أنا أقرأ في الصحف جاي تعمل على هذا، أن يكون عن طريق المراجع أيضا، هذه وسائل مهمة، أن يكون عن طريق الناس المتمكنين والذين يقتدرون على هذا، وهي مربحة أيضا نفس التجارة، يعني يقدر واحد يستفيد منها كتجارة في هذا المجال. طبعا الموضوع مفهوم ما في داعي أطيل. نحتاج إلى رفع المستوى الاقتصادي للطائفة، وأنا أضرب مثال هو أذكر لما كنا في ايش اسمها الحسينيه الكبيره اللي عندكم كان بنقر الشاهور، انا ذكرت هذا حقيقه اتذكر الان الوقت اللي فات، في طائفه كانت اسماعيليه، طائفه هنديه كانت اسماعيليه وتحولت الى اماميه اثني عشريه، يعني مثل سموها طائفه الخوجه، هذه منتشره في العالم كله ومركزها في لندن، ويرأسها دكتور من تخصص فلسفة، التقيت أنا أكثر من مرة، أظن تخصص فلسفة، لكن رجل في الثقافة الدينية ممتاز هو، يعني ما هو رجل دين، يرأس هذه الطائفة، هؤلاء الأخماس، أخماس الطائفة يجمعونها في المركز، والمركز يوزع على الفروع الموجودة في العالم، طبعاً بعد دراسة احتياجات هذه الطائفة. أنا رحت أكثر من مرة إلى المركز، والرجل جاء يجي عندنا بالجامعة، ما رأينا فقير عند هؤلاء، الفقير عندهم الأخماس وعندهم مشروع الفلس يسموه، يزودوه بمقدار من المال كرأس مال ويدفعوه للعمل ويسندوه ويكون مشاريع كثيرة، يساهمون في مشاريع الآخرين، إحنا نصير مع الأحيان احتياجات شيء يراجعون يساهمون، لا يتوقفون من المساهمة، فاستفادوا من الأخماس في جانب من جوانب استفادة الأخماس في رفع المستوى الاقتصادي لأبناء هذه الطائفة، لا يوجد فقير عندهم أبدا. طالب يريد يدرس قدم إلى الجامعات الحكومية ما قبل، إما لأن معدله هابط أو لسبب آخر ما قبل، يترك هذا في الشوارع، هذا شاب ملتهب الغرائز، بكرة يتحول إلى نمر يفترس الناس، مثل هذا هم يعملون مع عقد ورسلوه إلى الجامعة، من الجامعة بعد أن ينتهي يهيئون الوظيفة، عندهم مكاتب عمل مثل ما سموها أنتم هنا مكاتب عمل، هيئون الوظيفة يقتطعون من مرتبه بالشكل الذي لا يؤثر على حياته المعيشية. هذا الشيء، هذا مجال مجالات اللي ممكن أن نستفيد منها في رفع المستوى الاقتصادي، يعني أنت تستطيع عن طريق الأخماس من دون أن تهدرها، يعني شخص ما عنده عمل لكنه مؤتمن، تعمل معه عقد رسمي تقرض المبلغ يعمل سدد بعدها. احنا دائما نعطي كالذي يرمي في البحر،
اجي شهر من هنا خذ 50,000، خذ 50,000، عندنا ملايين، خذ 50,000، ما يأثر يعني 50,000 على المليون. وراحت ال 50,000. لا، احنا نريد دائما المال يبقى يتحرك، يبني يبني المجتمع وهو يتحرك بعده، ما يبني. هذا بهالكيفية نستطيع احنا نرفع من مستوانا الاقتصادي. منطقة تحتاج مستشفى، أنا قلت أكثر من مرة من سيهات إلى صفا لا يوجد مستشفى أهلي. الآن يقام في القطيف إنشاء مستشفى أهلي. نستطيع أن ننشئ مستشفى أهلي، وطبعا مستشفى الأهلي يأخذ أجور، وعن هالطريق نقدر نسدد المبالغ التي صرفناها وزيادة، هناك أرباح. فنحل مشكلة من مشاكل الصحة اللي موجودة عندنا، وهكذا كل يعني المؤسسات أو الأفراد أو كل هذه ممكن أن تدخل تحت هالجانب. البنوك الآن يكثر السؤال حقيقة، أنا من الأشخاص اللي دخلت وكرهت البنوك من كثرة سؤال الناس عنها. تجي إلى فقهاءنا ما تطلع خمس ست فتاوى مختلفة في قضية واحدة في البنوك. هذا ما ينبغي. أنا ما أعرف من تقدير الفقهاء، لكن هذا هو الواقع. إحنا كيف نحل؟ هذا يريد يدفع، عنده أموال يريد يشغل هذه الأموال، يشوف الناس كلها تدفع للبنوك وهو قاعد، هذا اللي يدفع البنك قاعد مرتاح، نهاية السنة تجي فوائد على أموالي. أنا أقدر أحل مشكلته، ليش ما أحل؟ أقدر أنشئ بنوك استثماري، بنوك استثماري موجودة الآن عندكم، نعم، يعني جوانب استثمارية موجودة في هذه البنوك وجاية تربح، ما ذكر أن بنك دخل في الاستثمارات وخسر. في إيران بنوك استثمارية، في مصر بنوك استثمارية، في السودان بنوك استثمارية. أنا بدل ما أخلي هذا الإنسان يدفع في التوفير أو الإيداع والظلم، يقول له ادفع بدون أن تشترط، وذاك يقول له لا حتى لو اشترط، ذاك هذا الفائدة تأخذها لكن ما تأخذها لك، روح صدق بيها في سوري ليش حط أمالك إذا هو الفائدة ما راح يأخذها لك؟ ليش حط أمالك؟ خليها بالحساب الجاري وخلاص. حط هو وضع عماله في التوفير ليستفيد. فأنا أقدر أحل مشكلته، أفتح بنوك استثمارية، البنوك الاستثمارية المحلية ما تخفض، ما تحتاج أول مليارات كما تحتاج البنوك الأخرى، تحتاج إلى ملايين، وبعدين راح تسدد كل هذا مع الزمن. نقدر أيضا من الطموحات اللي يعني نرجو أن تتحقق أن تفتح بنوك استثمارية والأموال محفوظة، يعني هذه أموال الخمس اللي نفتح فيها بنك استثماري ما راح يروح منها قرش واحد، صح تتأخر إلى أن نسترجعها لكن ما يهم. بنفس الوقت أنا حليت مشكلة كبيرة ورفعت من مستوى شركات الآن طائفة الخارج، عندهم شركات الإسماعيلية أيضا عندهم مركز في لندن من أضخم المراكز من حيث البناء، عندهم شركات الآن موجودة يشغلون بها أبنائهم، وبنفس الوقت أرباح فيها متحرك. وطبعا هالمجالات كثيرة نستفيد من الخمس أيضا أو طموح ما نريد نفرض أو هذا كطموح عندنا. أنا قلت أن المرجع يقوم بدور الإفتاء كتبليغ وإدارة شؤون الشيعة في العالم، يعني أنا أريد الناس إحنا نفهم والناس يفهم، نحن مرتبطون بمراجعنا وهذا واقع قائم، لا نستطيع أن ننكر هذا الواقع. تحدث قضايا عند الشيعة
في مختلف أنحاء العالم بحاجة إلى تدخل المرجع فيها. مو قضايا سياسية أبدا، قضايا اجتماعية، قضايا اقتصادية، قضايا مذهبية ترتبط بالمذهب. قد في دولة من الدول يمنع نشر هذا المذهب، هذا المذهب ممنوع أن ينتشر، مسيحية تنتشر، يهودية تنتشر، الوثنية تنتشر أيضا، لكن هذا المذهب لأنه ينتسب إلى أهل البيت ممنوع. هشينا في بعض الدول طبعا الخارج، قرأته في الصحف في المجلات الذي حدث في الخارج، تعرف أنه إحنا خلي يفهمون ارتباطنا بالمرجعية، على المرجعية أن ترعى شؤون، تتدخل لا بعنوان أن تخلق مشكلة بين الشيعة وتلك الدولة البعيدة اللي حدث فيها هذا الشيء، لا، وإنما تدخل لحل القضية، حل يرضي الطرفين. وإحنا يحتاج إلى مال، يأتي دور الأخماس هنا، يأتي دور الأخماس هنا للقيام بهذا. يبقى بعض الملاحظات اللي هي قد تخلق لنا بعض المشاكل. انفراد كل مرجع بتوزيع الأخماس. عندنا عدة مراجع، يعني ما أدري كم واحد الآن، لكن هل كل مرجع عنده فتحصة من المال وصلت قسم من المال يقوم ولد؟ لو تجتمع هذه الأموال تكون مؤسسة هناك للمرجعية وتجتمع هذه الأموال تكون أكثر فائدة، هذا ما في شك. يعني الوكيل، لا أقصد الوكلاء، أنا حتى بكرة من الصبح يأذنون لي سبني وشتمي، لا أنا شاعر أحترم الوكلاء في كل أنحاء العالم أيضا يتفرد بالتصرف. يعني أنا الآن لو تجي ما الحقيقة يعني كيف أتصرف؟ المفروض يكون عندي دراسة كافية لواقع الشيعة مثلا في سيهاف حتى أستطيع أتصرف. أما إجاني واحد خليها لحية قصتها مشوية طبعا مظهر خيرها، ما وقد يكون في الواقع خير، مو يعني كذاب الرجل خير، لكن ما يفهم كيف يتصرف بالأموال. وعدنا كذا وكذا وكذا وكذا، أنا محبة ما أريد خسرة، انطيت شكريت 100,000 فعل 100,000 لا. وكذا المفروض يعني أيضا الأموال تجتمع في لجنة مؤسسة، طبعا يكون إشراف يكون سجلات يكون هذا، ونواسي احتياجات الفقراء، المشاريع الموجودة عندكم، هذه الجمعيات أيضا طالب وتقوم طبعا بدور. أنا ما يعني أنا مو مع الجمعيات لا، لكنه تقوم بدور حقيقة يعني أيضا سائل. مجالات أخرى كثيرة عندكم تدخل في هذا. هنا الأخوة خلنا نشوف طبعا هو إذا ما قرأت الأسئلة أكيد راح يطرق بعض الأسئلة، خلينا نقرأها زي ما عملوا في المحاضرة السابقة. فيها مسألة تحتاج إلى فتاوى، أنا ما طبعا لست من المفتين وما راح أدخل مثلا الحدود الشرعية في مسألة دفع الخمس وليس التهديد الشرعي مجرد دفع الخمس، هذا ما راح أتدخل فيه لأنه احنا نكتفي بالأمان من الوكيل. ما يشترط في الوكيل الذي يقبض الأخماس، مو الوكيل الذي يصلي جماعة، الوكيل الذي يصلي جماعة يشترط فيه العدالة، لكن الوكيل الذي يقبض الخمس يشترط فيه الأمان، أن يكون أمين ما يكون المال، هذا الذي ينبغي أن يحرج طبعا مع يعني قد يجي واحد يقول عدالة أو شيء هذا. ما دور الأمة على تجاه المرجع في الرياض المنهجية لوضع البرامج والخطط لتوظيف الأخماس؟
في طريقة قد تصدر من نفس المرجع، طريقة أخرى تأتي من المرجع. من المرجع هذا الاستبيانات اللي يسموها أنتم استبيانات وموجودة، يقدر مثلا يعمل استبيانات في ضوء هذه الاستبيانات يعرف الواقع، فهو نفسه كلف جماعة يقومون بهذه المهمة. الأمة إذا أرادت طريق أنت تقرير عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي واحتياجاته وارسلها. لو تجمعت هذه التقارير راح تأخذ فكرة شاملة المرجع عن هذا، والمرجع ما راح يقول حقيقة. يعني المراجع في تعبير أقول الآن أنا وردة حفت بأشواك. المرجع وردة حقيقة خير ومخلي رقابة الله أمامه، لكن الحواشي طبعا مو كلهم، لا يعني ما أحسن شيء نقول وردة حفت بأشواك. فلو وصلت هذه التقارير للمرجع قدرنا هالأشواك شوي نكسرها ونوصل. أنا واثق أن المرجع بما لديه من عدالة وتدين وخوف من الله يأخذ هذه التقارير بنظر الاعتبار ويعمل في حدود طبعا قدرته واستطاعته. ما الله لا يكلف أكثر من القدرة، فكيف نحن؟ مسؤولية من التنسيق بين وكلاء المرجع الواحد مع بعضهم البعض، طبعا التنسيق بينه وبين وكلاء المراجع الآخرين عمل على ما فيه المصلحة العامة. طبعا هذه تحدث في البلدان كثرة الوكلاء تكون عارضة أمام هذا الشيء، لكن مو مستحيل. يعني لو ناس من أخيار البلد قاموا بهذا واتصلوا بهذا وبالآخر وعمل يستطيعون أن يعملوا شيء، قد لا يصلون إلى الغاية 100%، لكن ربما يصلون إلى الغاية بمقدار 80% حتى 60% هم مقبولة إلى هذه الناحية. هل تعتبر كثرة الوكلاء في بلدة واحدة صغيرة ظاهرة صحية؟ والله ما أدري، أسأل أطباء الصحة. أنا أنبه إلى شيء حقيقة، يعني قبل ما كان الكثرة من الوكلاء، أنا ما أقصد منطقتكم، لا منطقتكم عليها السلام، ما أقصد المناطق الأخرى، ما كان هالكثرة. لكن من بعض المراجع كان له وجهة نظر ومشوا كل المراجع على هذه وجهة النظر، أن الوكيل في منطقته يحتاج إلى أن يتصرف بشيء من المال، مساعدة فقراء، محوزين، طلاب، إلى آخر ما الاحتياجات التي يحتاج إليها، فأعطى نسبة الربع مثلا، بعضهم نسبة الثلث، بعضهم نسبة النصف يتصرف فيه. أنا أسأل سؤال، إذا كان وكيل مثلا الدخل من الحقوق سنوية، دي نفترض فرض هكذا وفرض، يعني ما الله ما يؤاخذ، كلمة الكفر لا توجب الكفر، الدخل 20 مليون حق إمام بس و20 مليون حق السادة. طبعا السادة إذا أريد نكتشف أنه وزعت هذه 20 مليون نشوف السيد اللي ملابسه ممزقة بعد ممزقة، واللي بيتمهل هل بعد مهل هل، واللي هذا يعني بعض السادة شوية تحسنت أوضاعهم، أما البقية 20 مليون لنفترض له هو فيها الربع، من حقنا أن نسأل
ما فيها شيء. أن هذا الربع طبعا هو إلى أن يأخذ من هذا الربع مقدار حاجته في حدود ما يراه المجتمع، والزايد يصرفه في الوجوه. من حقنا أن نسأل، يعني الناس من حقها أن تسأل أين ذهبت هذه 5 ملايين، أين ذهبت؟ نفترض أنت سنويا خل نبالغ وخل نقول أنت تريد تظهر أبهة أهل البيت، تريد تخلي لك بيت فخم، وتريد تخلي لك سيارة فخمة وملابس فضفاض، معليش خليك أخذ 1,000,000، ما ينصرف 1,000,000 بس، أخذ 1,000,000، 4 ملايين أين هي؟ نتساءل، ما في شيء لو سألنا، والمفروض هو ما يتزعل لو سألنا. الآن الأمس أو اليوم ما أدري والله ماذا، إما أمس أو اليوم أقرأ في جريدة، وأظن جريدة الحياة، أن السيد فضل الله نشر قائمة بكل مصروفاته، طبعا بالملايين، وصل ملايين الليرات اللبنانية، كل مصروفاته، يعني هذا صرف في إنشاء مدرسة، هذا صرف في مسجد، هذا صرف رواتب طلاب، هذا صرف معونة فقراء، هذا كذا، ما قال شيء الرجل، يعني هو من نفسه قام حتى الناس يطلعون ويعرفون أن هالأموال التي دخلت، طبعا هو يذكر أنه مثلا جاء حقوق من الكويت، مثلا هل مقدار من الدمام كذا، مقدار من ثم يقول صرفت كذا كذا كذا. التجار عندكم معروف، الوارد والصادر، هذا المعروف. هذا شيء يريح أنك أنت فهمت أن هذا المال من أين جاء وإلى أين ذهب. أما أنك أنت تجي وتدفع المبلغ وإنا أنزلناه في ليلة الجيبي وما تدري شنو، هذا بس لا، هذا ما ينبغي. والوكيل المفروض ما يسعى حقيقة، المفروض أن ما يسعى حتى يبرئ ساحته على الأقل، هو لا يكون موضع اتهام. لماذا يعمل الآن السيد فضل الله هذا الشيء؟ حتى لا يكون موضع اتهام. ليش أنا أخلي نفسي في موضع اتهام وأنا ما أخذ منها؟ لو أخذ منها ممكن لكن أنا ما أخذ منها، ما أخذ نفسي موضع اتهام. فإجابة لهذا السؤال هو هذا الواقع، أنه هذا إلى ربع أو إلى ثلث يروح يوسط 50,000 واسطة، يودي مذكرات وموقعها ما أدري من أجل أن يقبض الحقوق حتى يكون إلى ربع. يعني هذه هي اللي خلت المشكلة هنا. ومن حقنا على كون ما أدري ظاهرة صحية أو مرضية صارت ما أدري، والحمد لله رب العالمين. باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة. وقبل أن ننتقل إلى الأسئلة، نذكركم بندوة الليلة القادمة، وهي بعنوان دور الجمعيات الخيرية وأثرها في المجتمع. بقي من وقت المحاضرة 10 دقائق، فسنكتفي بالقليل من الأسئلة، وسنبدأ بالأسئلة الشفهية. لمن لديه سؤال شفهي فليتفضل. تفضل. للدراسة وفقكم الله شيخ. أنا أشرت إلى هذه النقطة، وهذا ينبغي أن يكون. طبعا خلينا نوضح شيء، عندنا هنا حوزات علمية موجودة، عندنا في الأحساء حوزة علمية، وفي القطيف أكثر من
حوزة وفي كل يعني مناطقنا هنا. هؤلاء الطلاب يتقاضون مرتبات من الوكلاء الموجودين هنا. احنا نقول اذا فضل شيء ممكن ان يكون مثل ما تفضل الاخ، وممكن ان يؤخذ على الطالب اللي يريد يروح يدرس طب او هندسة او ادارة اعمال او فيزياء او كيمياء او اي علم من العلوم الاخرى، يكون عقد هناك بينه وبين اللجنة ويروح يدرس هو، وبعد ان يتعين يسدد. وهذا مألوف وموجود في البلدان الأخرى، وممكن حل المشكلة. وإذا كان الوكيل مثلا يستشكل من هذه الناحية، يقدر هو يكتب للمرجع ويوضح له واقع الأمر، وأنه في فائض بعد يعني إعطاء حقوق رواتب الطلاب أو الطلاب الدينيين في فائض في المال. ما أتصور راح يقول له لا. أحسنتم. سؤال ثاني. في أحد عنده سؤال ولا؟ تفضل يا عندنا حقيقة العشرات من الأسئلة، بس راح نعطي فرصة الآن الأسئلة الشفهية ثم ننتقل إلى الأسئلة التحليلية. إذا كان مع سيدة عندها أطفال يتامى ولا في أحد من العلماء مرتفت لها، إلى من تشتكي الحال؟ هل هي المرجع الديني والنائب، أم يترجع إلى تتسوى في الشوارع؟ أبينا رحمكم الله. الطريقة اللي يعني ماشيين عليها الوكلاء كما أسمع أنا ما أدري، أن تجيب شهادة هي من العمدة واثنين اختيارية يشهدون بأنها علوية وأنها فقيرة، يعطوها إذا عملت هذا العمل. هي علوية أنت؟ أي ما يخالف يا ابني، ما يخالف، خلينا نمشي حسب، ما يخالف. أنا ما كذبت، أنا جاي، لكن أنت تعرف، أنا خو ما أعرف أنها علوية ولا. هذا يعتبر تحت صدمة، يحل هذا صدمة. أي خلينا تحت صدمة. يا سيد طيب. أي خلينا صدمة المستحبة يخلينا. بس الطريقة هذه حتى تثبت أمامهم، لأنه هو مسؤول يعني، أنا مسؤول أمام الله. عليها مسؤولية وتثبت أنها علوية، وتثبت أنها فقيرة. طبعا هذا ما تقدر تثبت إلا من الحي اللي هي ساكنة فيه أو المحل اللي هي ساكنة فيه، تشهد وشهود، وإن شاء الله ما يقصرون. سماحة الشيخ، ما مدى صحة أن تشريع الخمس بمعنى أن الغنيمة في كل ما يكسبه الإنسان هو تشريع تم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن هذا المعنى واردا على حياة الرسول، وإنما هذا تشريع تم على يد أئمة أهل البيت عليهم السلام، وذلك للحاجة الماسة لدعم المذهب. عندنا احنا مصادر التشريع الكتاب والسنة. الكتاب طبعا القرآن، وهذا مفهوم ما يحتاج أن نتحدث حوله. السنة، ماذا يراد بالسنة؟ أخواننا أهل السنة يقولون سنة النبي، نحن نقول أيضا سنة النبي، لكن الطريق اللي وصلنا إلى سنة النبي، الطريق عند أخواني أهل السنة هم الصحابة، يعني ما يروى عن الصحابة عن النبي، هذا شيء. الشيء الثاني عندهم أن أقوال الصحابة، طبعا ليس هو رأي جميع فقهاء أهل السنة، لكن الأكثر جمهور فقهاء أهل السنة يذهبون أن أقوال الصحابة حجة، يعني مصدر تشريع تدخل ضمن السنة، نسميها سنة الصحابة. الشيعة يعتقدون بأن الأئمة معصومون، طبعا هذا كلكم تفهموه على الناحية، ما يحتاج نستعرض دليل أو شيء من هذا. يعتقدون أيضا أن الإمام
لديه قدرة من الله تعالى، واللي أشرت أنا في المحاضرة السابقة لإدراك الأحكام الواقعية. ومن هنا نقول سنة أهل البيت، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وآله يدرك الحكم الواقعي في واقعه، الإمام كذلك يدرك الحكم الواقعي في واقعه. شيء لاحظوا في حديث الثقلين اللي أشرت إليه أنا في المحاضرة السابقة، وقلت أنه متواتر عند أهل السنة قبل أن يكون متواترا عند الشيعة، يقرن وجود العترة بوجود القرآن حتى يرد علي الحوض. ليه؟ فائدة أنه هناك أحكام نحتاج لها ما بلغت في وقتها أو بلغت بشكل قاعدة عامة، يأتي دور الإمام هنا. فأقوال الأئمة عندنا نحن الشيعة إما هي رواية لسنة النبي وأخذوها من كتاب علي الذي أملاه النبي عليه، أو أنهم يدركون الحكم الواقعي كما يدركه النبي. فأقوال الأئمة أيضا سنة من هذه الناحية، فهي مصدر تشريع. إذا كانت مصدر تشريع ما يجي هذا التساؤل أنه ما كان هناك أو كان هنا، لا ما يجي هذا التساؤل بعد. سماحة الشيخ، ألا ترون أن الاستفادة القصوى من الخمس لا تتحقق إلا من خلال تطوير حوزاتنا العلمية وإنشاء مؤسسات مالية متطورة مرتبطة بالمرجعية أو الولي الفقيه، وهل هناك مسعى جاد للوصول إلى هذا الهدف؟ طبعا الشيء اللي ذكره الأخ جيد هذا، والآن في كتابات كثيرة حول الموضوع، في محاضرات تلقى حول الموضوع، وأي فكرة إذا أردنا أن تتبلور وتتحول إلى واقع يعني تطبق هو أن يكثر الحديث حولها. إذا كثر الحديث حولها أصبحت رأي عام، وإذا تحولت إلى رأي عام تحولت إلى واقع، وهذا العمل موجود الآن يعني مستمر، بس نرجو من الله التوفيق. شكرا. إلى هنا أيها الإخوة نأتي على ختام هذه المحاضرة لهذه الليلة، نشكركم جميعا ونشكر سماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ونعتذر لعدم الإجابة على عشرات الأسئلة التي وصلتنا، والشيخ سيبقى لنا بعض الوقت، يمكنكم الاتصال به مباشرة. شكرا والسلام عليكم. موجودين. موجودة. بس ده ميت.